لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، 10 قتلى أغلبهم في بغداد حصيلة ضحايا التظاهرات منذ يومين. في صحيفة المدى، المحتجون يوسعون رقعة التصعيد وقطع الطرق والضحايا تجاوزوا 100. في صحيفة اندبندنت عربية، العراق تقرير حكومي لم ينشر يفيد بإطلاق 1,000,000 رصاصة في الموجة الأولى للتظاهرات. في صحيفة البصائر، العفو الدولية قطع الطرقات في العراق حق مشروع. في صحيفة الزمان، طريق محمد القاسم في صدر المواجهات واستمرار قطع الجسور في جنوبي العراق. في الشرق الأوسط، لبنان، دياب يعلن حكومته والحراك يستقبلها بقطع الطرقات. وفي القدس العربي، بدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ وسط انقسام بين الأمريكيين. السلام عليكم. يبدو أن اجتماع مقتدى الصدر في مدينة قم الإيرانية مع قيادات بعض فصائل الميليشيات التابعة للولي الفقيه الإيراني أنتجت طبخة إيرانية بامتياز للتنفيس عن مأزق طهران الداخلي والخارجي. حاتم الفلاحي يرى في مقاله الذي نشره موقع مركز راسام أن دعوة الصدر لتشكيل جبهة مقاومة ضد الوجود الأمريكي جاءت لتنفيذ الرغبة الإيرانية التي تقضي بدفع وكلائها في المنطقة نحو تجميع الميليشيات تحت عباءة الصدر، هذه المرة بعد أن فقدت أبو مهدي المهندس ومعه قاسم سليماني. هذا الاجتماع يهدف إلى ما يلي: أولاً، وأد الحراك الشعبي المستمر والذي يعتبر تهديداً حقيقياً للسلطة الحاكمة الفاسدة في العراق، كما أنه يهدد الهيمنة الإيرانية في العراق والمنطقة، والتي مارست معه القتل الذي وصل لأكثر من 700 متظاهر والجرحى الذي بلغ عددهم ما يقارب 21,000 جريح، بالإضافة إلى الاعتقالات التي طالت الكثير من الناشطين الذين تعرضوا للخطف والاغتيال الممنهج من قبل هذه الميليشيات. ثانياً، السعي لتشكيل جبهة موحدة بتحشيد أنصارهم للخروج بتظاهرات سياسية سلمية تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق، في محاولة بعدم استفزاز القوات الأمريكية التي وجهت ضربات بالوكالة لمواقع متتالية تابعة للحشد الشعبي. ثم جاء مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس ليجعل الجميع يتلمسون رقابهم، وخاصة قيادات الحشد الشعبي الذين وضعت أسماءهم على لوائح الإرهاب الأمريكي. ثالثاً، إن هدف الاجتماع هو إعادة التنظيم وترتيب هيكلية الحشد وإعادة الهيكلية التنظيمية بما فيها اختيار معاون لرئيس هيئة الحشد الشعبي بديل المهندس. رابعاً، الغريب في هذه الدعوة هو استجابة الميليشيات الولائية لهذه الدعوة، والتي كان يسميها الصدر بالميليشيات الوقحة، والتي كان ينادي بسحب الأسلحة منها وحصر السلاح بيد الدولة، وها هو اليوم يقوم بالانضمام إليهم لتنفيذ الرغبة الإيرانية. وبحسب الكاتب، فإن الوضع العراقي سيزداد تعقيداً خلال الفترة المقبلة، وقد تكون الفوضى هي السمة الغالبة عليه، ونأمل ألا ينزلق الوضع إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، ما يجعل العراق ساحة صراع داخلية مفتوحة. تدرك إيران قبل أي طرف آخر أن خروج القوات الأمريكية من العراق لا يعني سوى أنها ستقع بين خيارين، أولهما أن تقوم بمساندة ميليشياتها كأداة احتلال، والخيار الثاني هو أن تتدخل بقوتها العسكرية بشكل مباشر، وهي إن فعلت ذلك لانقلبت استراتيجيتها في الإقليم ولواجهت حرب استنزاف ضدها، وهو ما سينتهي بالتأكيد إلى هزيمة تجهض الاستراتيجية الإيرانية. طلعت رمياح يتساءل في موقع الهيئة نت،
لماذا إذن كل هذا الضجيج الإيراني حول طرد القوات الأمريكية؟ إيران تدرك على نحو عميق أن قوة الشعوب العربية حين تنطلق في وجه إيران ستكون حاملة لأبعاد دينية وقومية ووطنية، بما يحشد كل الطاقات، وهو ما يجعل الدور الميليشياوي الإيراني محاصراً، وأن احتمالات تدخل إيران عبر قوتها العسكرية المباشرة لمساندة ميليشياتها في مواجهة الشعوب المنتفضة سيجعل إيران في مأزق استراتيجي خطير للغاية، وقد يكون فرصة تسمح لدول في المنطقة لتوجيه ضربة لإيران المنهكة. والقادة الإيرانيين وميليشياتهم يتحدثون عن طرد أمريكا وخوض معركة لطرد القوات الأمريكية لأسباب أهمها، أولاً لأنهم يبحثون عن مبرر لاستمرار وجودهم وعن دور ميليشياتهم في دول المنطقة تحت عنوان يغازل طموحات الشعوب. ثانياً لأن إيران لا طريقة لديها لمواجهة الولايات المتحدة في حرب مباشرة، إذ تحيط بها 50 قاعدة حربية، لذا هي تحاول خوض نمط من المعركة ولو كان سياسياً وإعلامياً تقوى فيها تدريجياً فيما يضعف خصمها. وثالثاً لأن إيران تدرك أن إخلاء ميليشياتها تحت ضغط القصف الإسرائيلي والأمريكي يكشف إيران استراتيجياً. ورابعاً لأن الشعوب ثائرة ضد إيران في الإقليم، وهي تخطط عبر الحديث عن خروج أمريكا لحرف اتجاه المعركة السياسية الضخمة الجارية ضدها باتجاه الولايات المتحدة. ويقول الكاتب أن إيران تعرف جيداً أن وجود القوات الأمريكية يصب في مصلحتها، وهي فقط تصارع على النفوذ ولا تريد الذهاب للحرب إلا إذا فرضت عليها فرضاً. مؤلم وموجع للقلب أن نتيقن بأن مجموعة من الخونة والعملاء والقتلة تتحكم بمصير شعب مثل العراق، وأكثر من هذا وجعا وإيلاما أن يعتقد البعض بأن ما يقوم به الشباب المتظاهر من أعمال مثل حرق الإطارات وقطع الشوارع وتعطيل العمل في المؤسسات قضايا يتوجب محاسبة القائمين بها. طالب عبد العزيز يتساءل في صحيفة المدى عن أي شوارع نتحدث، وعن أي عمل معطل يجري الحديث، بل عن أي حكومة يمثلها أمثال هؤلاء يتوجب علينا الانتظار والصمت وتأجيل الغضب. تمنع الحكومة المتظاهرين السلميين بل وتضربهم بالرصاص الحي إذا اقتربوا من الميناء وأرصفة ضخ النفط، وهم يعلمون بأن الموانئ والنفط عصب حيوي يمد الطرف الثالث بالمال والسلاح يومياً، وتنصحهم بعدم الاقتراب من المدارس والجامعات، وهم يعلمون بأن التعليم في العراق لم يعد تعليماً محترماً وهو الأسوأ في سلم البيانات العالمية، وتمنعهم من غلق الشوارع والتواجد في التقاطعات، وهم يعلمون بأن الطرق والشوارع الرئيسة الخارجية والداخلية إنما هي مفتوحة أمام حركة الميليشيات والسيارات المضللة والرصاص الطائش. ما الذي ينتظرونه وقد فقدوا فرص العمل ومتع الحياة وأحلام الغد؟ وقد عصفت رياح الطائفية من كل صوب، وهي منذ أكثر من 16 عاماً تبتكر الوسيلة تلو الوسيلة لتسلب وتنهب وتقتل، ويأتي من يحدثنا عن احترام الدستور والقوانين. وكلنا يعلم بأن الدستور إنما شرع في غفلة من الوطن، والقوانين سنت لتخدم السلطة وليجور بها القتل على المساكين. كيف لشعب أن يحترم سلطاته بما فيه قوانينها ورفيع الرتب بين ضباطها وهو يقتل بعلمها؟ كيف وهي تجاهر بأعمال القتل والسرقة والتهريب والخيانة والعمالة؟ الكاتب يقول عن أي فعل حقير يصمت الشباب الوطني المتظاهر والزمن يتبدد بين يديه، وفرص العيش تختفي والقيم تتراجع أمامه والمستقبل يغيب في يقينه ومعاني الإنسانية تندثر في وجدانه. ما الذي سيخسره إن فقد حياته؟
ومن سيوفر له المعاني الحقيقية لمفردات مثل الحرية والكرامة والمستقبل والعيش الآمن إن لم يكن الغضب والتمرد والرفض عناوين لها. تعاني السلطة الحاكمة في لبنان من داء الإنكار وترفض التعامل مع التشخيص الذي قيم حالة الجمهورية في 17 من أكتوبر تشرين الأول. مصطفى فحص يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن السلطات اللبنانية ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن تصر على نكران العوارض المرضية في جسد الدولة ولجأت إلى التواطؤ فيما بينها لعلها تخرج مجتمعة بكل تناقضاتها وعداواتها بأقل الخسائر، ورغم شيخوختها المبكرة تتوهم الغلبة على يفاعة الثورة. فرض استعصاء السلطة خيار الكي على الناس، لم تلوح الانتفاضة باستخدام أدواتها الثورية إلا بعد أن استنزفت كل إمكانية الضغط الممكنة على السلطة. منذ 95 يوماً لم يرد منها غير الاستهتار والمراوغة، مراهنة على ملل النشطاء وتراجعهم، وفي لحظة استشعار القوة حاولت استعادة المبادرة. كلفت أحد أعضاء خلاياها النائمة تشكيل حكومة مزيفة يرتدي فيها الوكلاء أقنعة الخبراء، مستغلة ما توفر لها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية تخضع لإرادتها، فاستخدمت مجلس النواب للتحايل على الشعب تحت ذريعة التمثيل الشعبي لمحاولة حرف الانتفاضة عن مسارها بهدف إفراغها من أهدافها، تارة عبر اختراق هواة السلطة بين بعض النشطاء، وتارة بالتلويح بخيار القمع عبر وسائل رسمية وغير رسمية، لكنها تمتلك شرعية من قبل من تبناها توازي شرعية المؤسسات الرسمية. نفذت بوجه الانتفاضة غزوات تأديبية ولاحقت النشطاء في شوارع العاصمة الذين تعرضوا لاعتداءات متكررة تحت ذريعة حفظ الاستقرار. فمنذ 3 أشهر تمارس الطبقة الحاكمة عنفاً سياسياً دفع الانتفاضة إلى خيارات قاسية كانت مؤجلة، ولكنها تقع ضمن السياقات الطبيعية في الرد على عنف السلطة. يقول الكاتب إن معادلة التنازل هزيمة بالنسبة إلى السلطة، ولأن نصف ثورة بالنسبة إلى الناس انتحار، ولذلك فإن خيارات العنف باتت ممراً لواحد من خيارين، إما العنف الثوري من أجل التغيير أو العنف السياسي من أجل استقرار النظام. الصورة التذكارية للمشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تختصر إلى حد كبير كل كلام مسترسل عن الأزمة الليبية. علي أنوزلا يرى في صحيفة العربية الجديد أن تأمل تلك الصورة يكفي جيدا لقراءة العناوين الكبيرة للأزمة الليبية ومستقبلها. يمكن بداية القراءة أولا من خلال مستوى الحضور الكبير الذي ضم 7 رؤساء ورئيس وزراء ووزراء خارجية 8 دول، ما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها أوروبا والعالم للموضوع الليبي. وثانيا من خلال تموقع الحاضرين داخل إطار الصورة والغائبين عنها أيضا، فقد غاب عنها أبرز المعنيين بالقضية الليبية، أي أهلها الممثلون في مؤتمر برلين برئيس الحكومة الشرعي فائز السراج والجنرال خليفة حفتر، كما غاب عنها ممثلون لأقرب دولتين جغرافيا معنيتين مباشرة بما يجري في ليبيا، أي تونس والمغرب، الدولة التي احتضنت أول لقاءات لأول عملية سياسية بين الأطراف الليبية المتنازعة انتهت إلى اتفاق الإسخيرات. يبقى السؤال عن الهدف من مؤتمر برلين الذي عقد لإيجاد حل للأزمة الليبية وإحلال السلام في ليبيا، وهو ما نجد له الجواب في الصورة التذكارية نفسها التي تختزل في تفاصيلها
فكرة انعقاده والهدف من وراء مخرجاته. فالمهم ليس إيجاد توافق بين مواقف طرفي النزاع الليبيين، وإنما هو إيجاد تفاهم بين مواقف الدول الإقليمية الداعمة لطرفي النزاع. وكأنما جاء مؤتمر برلين ليزكي رسميا تحول ليبيا إلى مسرح لصراع جيوسياسي كبير تتداخل فيه مصالح دول كبرى، فيما تقوم دول عربية بدور المتعهدين المحليين لتنفيذ مصالح واستراتيجيات دول كبرى. الكاتب يرى أن القراءة الأخيرة في صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر برلين تقول بوضوح إن حل الأزمة الليبية على الأقل في المستقبل المنظور ليس بيد الليبيين ولا بيد جيرانهم الأقربين، أولئك الغائبين أصلاً عن الصورة وأولئك المهمشين داخل إطارها، ولن يكون أيضاً حلاً عربياً في ظل التفرقة العربية وحالة الغياب والتيه والضعف التي يعيشها العالم العربي ومؤسساته المتهالكة. يلتقي في القدس المحتلة يوم غد رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء حكومات أكثر من 50 بلداً في مناسبة الذكرى 75 لتحرير معسكر اعتقال الهولوكوست ضد اليهود. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن الدعاية الصهيونية لم تتوقف عن استغلال مأساة الهولوكوست للتغطية على ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم ليست بعيدة عن روح التطهير العرقي والعقاب الجماعي والإبادة المنظمة التي حاقت بالملايين من يهود أوروبا. الدعاية الصهيونية هي في الواقع تعيد إنتاج الكثير من عناصر الهولوكوست النازي، ولكن بصياغات صهيونية معاصرة وبحق الشعب الفلسطيني هذه المرة. وحين سيتجول في أرجاء مدينة القدس المحتلة أمثال الفرنسي إيمانويل ماكرون أو الروسي فلاديمير بوتين أو البريطاني الأمير شارلز أو الإسباني الملك فيليب السادس، فإن أنظارهم لن تقع على رموز الهولوكوست في متحفيات فاشيم فقط، بل كذلك على عشرات الأبنية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بموجب قرارات أصدرها ضباط الاحتلال من أحفاد ضحايا معسكر أوشفيتز، وصادق عليها قضاة يزعمون الانتساب إلى أسلاف قضوا في معسكرات اعتقال أخرى مثل داخاو وبوخنفالد وتريبلينكا، ولأن معظم هؤلاء أساسا يفاخرون بالانتماء إلى أنظمة ديمقراطية وعلمانية تؤمن بمساواة مواطنيها بصرف النظر عن الجنس والدين واللون وتعلي سلطة القانون، فإنهم في القدس سوف يتذكرون أنها مدينة محتلة تم إلحاقها بالكيان الصهيوني على نقيض من القانون الدولي، وإن مواطنها الفلسطيني تنتهك إنسانيته كل يوم في استهتار صارخ بشرعة حقوق الإنسان، وأن هذه الدولة التي تزعم أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط سنت قانوناً يثبت هويتها اليهودية ويربط المواطنة فيها بالانتماء الديني. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن ذرف الدموع على ضحايا الهولوكوست أمر مفهوم ومبرر إنسانياً، ولكنه لا يتساوى أبداً مع النفاق الفاضح في التعامي عن سجل دولة الاحتلال الأسود وإعادة إنتاج الهولوكوست في فلسطين. عثر على بنغلاديشي سبعيني تبحث عنه عائلته منذ نحو نصف قرن بفضل تسجيل مصور حقق انتشارا كبيرا على الفيسبوك يطلب فيه الرجل المساعدة في علاجه الطبي. وقد كان هذا البنغلاديشي واسمه حبيب الرحمن رجل أعمال في 30 من العمر وأبا لأربعة أطفال في مدينة سيلهيت عندما فقد عام 1972 بعد رحلة عمل إلى مدينة شيتاكونغ الساحلية على حسب ما أفادت عائلته. ويحث أقاربه أكثريتهم مقيمون حاليا في الخارج عنه على مدى سنوات دون جدوى إلى أن رصدته زوجة حفيد الله مقيم في الولايات المتحدة في تسجيل مصور نشر هذا الشهر على الفيسبوك،
وقال كفاية حسين وهو أحد أحفاد حبيب الرحمن 13 إن حبيب الرحمن أكد اسم زوجته التي توفيت عام 2000 قبل العثور عليهن وأسماء أفراد آخرين من العائلة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.